من هو الساحر؟ من هو الساحر؟ الساحر هو عبد عند الشيطان. لأن الساحر كل ما يتقرب إلى الشيطان الشيطان يخدمه. الساحر لا يفلح أبدا. أشقى الناس نسأل الله العافية والسلام. لا يمكن أن يتوصل الساحر إلى السحر إلا بأن يشرك شركا أكبر. ماذا يريد الساحر؟ يريد يعبد الناس عند الشيطان. فالذي يأتي عند الساحر ويصدق الساحر قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الوصول إلى الساحر؟ في القديم الوصول إلى الساحر صعب، حتى تجد ساحر تبحث عنه. الآن الوصول إلى الساحر أسهل من شرب الماء. عبر هذه الوسائل الآن. فالذي يدخل قنوات السحر هذا أتى الساحر كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يتفرج على القنوات التلفزيونية للسحر، يدخل مواقع الانترنت، مواقع التواصل، كذلك عندنا المجلات التي فيها الأبراج، برج الحوت، برج الأسد، برج العقرب، تقرأ يقول هذا الأسبوع ستأتيك أخبار سعيدة وتأتيك مال وتفقد عزيز. نعم، شراء المجلة هذه محرم. لو نظر في هذه الأبراج لا تقبل له صلاة 40 يوم. إذا صدق هذا الكلام كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هناك من يقرأ الكف يقول هذه الخطوط تحدد مسارك في الحياة، أنا أقرأ لك. قراءة الفنجان، يقلب فنجان القهوة ثم ينظر فيه كذبا ويقول يحدث لك يحدث لك كذب. نعم، تنوعت إذن أساليب السحر عندنا في هذه الأيام. من يعلم الغيب؟ من؟ الله؟ إذن كل من ادعى علم الغيب والله كاذب وكافر كفرا أكبر. كيف نصدق الكاهن الساحر؟ لا نأتيهم أبدا. كيف نعرف الساحر؟ نعرف الساحر أولا يسأل عن اسم الأم. يتكلم بكلام غير مفهوم كذا. يدعي معرفة الغيب، يدعي معرفة ما في الضمير، يقول أنت تحب فلانة. ينظر في النجوم، يكتب حروف مقطعة، يعني
ألف نقطة بعدين سين نقطة كاف هكذا. يجعلك تعتقد في الضر والنفع. يقول اسمع، علاجك عندي أنا فقط، لا أحد يستطيع أن يعالجك إلا أنا. قد يطلب منك مال وقد لا يطلب مال، لكن يطلب منك أن تشرك. ويستدرج أحيانا المريض طلب مال لكن بطريقة ملتوية، يقول مرضك خطير جدا وأنا أحتاج لفك هذا السحر فأر أعمى. أو قرد يتيم، قرد يتيم مات أبوه يعني قبل البلوغ، هذا قرد يتيم. قرد يتيم، قرد، قرد مونكي. نعم، قرد. يقول أحتاج قرد يتيم تجيب لي. هذا مسكين يقول أنا من أين أجيب قرد يتيم أو فار أعمى؟ فار أعمى، فار أعمى. ماوس. يقول عندي من يجيب هذا من أدغال أفريقيا، لكن $5,000 يأخذ. إذن يستدرج المريض، يأمر المريض بمخالفة الشرع. يقول عندما تأكل لا تسمي، عندما تذبح لا تسمي، لا تصلي للقبلة، يعني يصلي للشيطان. هذه علامات يعرف بها الساحر، إذا لابد أن نجتنب السحرة. Sabansi, qui nous pouvons, bonhomme Tibois, alors il faut que nous restions loin des filles, bonhomme Tibois.